بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم مع قناه شرح ذات التعليم. النهارده بنكمل سلسله تعليم الحروف العربيه للاطفال بالصوت والصوره مباشر. النهارده معانا الدرس الرابع ان شاء الله، وزي ما وعدناكم وكتبنا في الدرس الثالث في اسفل الفيديو في الوصف او الديسكريبشن ان احنا معانا مفاجاه النهارده، وهو نشيد تعليم الحروف العربيه للاطفال. هذا النشيد تم تأليفه من قبل قناة شرح ذات التعليم، متقسم لأجزاء، كل جزء مخصص لثلاث أو أربع حروف، وده بيساعد الأطفال إن شاء الله على حفظ الحروف وتعلم الحروف العربية. وبنبدأ النهاردة نراجع على الحروف اللي خدناها في الدرس الأول والثاني والثالث، وبدأ اللوحة الأولانية بتاعت حرف الألف والب والت والس عشان نتذكر كده مع بعض. ده حرف الألف، حرف الألف معانا، والهمزة كتبناها، قلنا ده كتابة صعبة، دي كتابة سهلة. وده حرف الب معانا اهوت، وده حرف الت، وده حرف الث. الث خرج لسانك في الث، او خلي اللسان يلامس الاسنان بتاعتك عشان تنطقه حبيبي صح. هنا الجيم، حرف الجيم، وهنا حرف الحاء، وهنا حرف الخاء. والنهارده بنشرح ثلاث حروف الف ب ت ت، اربع حروف بنتعلمهم كالتالي: ازاي نكتب الحرف في اوله ويبقى شكل اول الكلام ازاي، شكل الحرف في نص الكلام ازاي، وفي اخر الكلام ازاي. وبناخد معاه اول جزء من نشيد تعليم الحروف خاص بالاربع حروف دهمت اللي احنا هنشرحه. نبدأ مع بعض. ده حرف، اول حرف علشان نبدأ مع بعض كده، هو حرف الالف. ده حرف الالف اهو، بنقول اما بنيجي نكتب حرف الالف بناخد خط كده واقف اهوت، خط واقف، وبعدين بنكتب الهمزة بالطريقة السهلة اللي احنا تعلمناها. بنكتب خط كده وبعدين خط كده وبعدين خط كده. ده حرف الالف، حرف الالف نكتبه تاني، هذا خط كده واقف، وبعدين خط صغير كده، خط نازل، وبعدين خط ده اسمه حرف الالف. طيب حرف الالف ده في اول الكلام، في اول الكلام بيجي في بعض الاسماء زي ايه، زي احمد. يبقى احمد اول حرف منه اسمه حرف الالف اهو. هذا الألف بتاعت أحمد، وده التكملة، آدي الحاء، وآدي الميم، وآدي الدال. يبقى ده هو يا أولاد اسمه حرف الألف أهو. هذا الكلمة دي كلها اللي هي مكتوبة حرف الألف باللون الأحمر، والتاني ده بالرصاص، الحاء والميم والدال، بقية الاسم بالرصاص. يبقى ده حرف الألف في أول الكلام، جاي هنا ألف. أيضا بيجي مع اسم تاني زي اسم ايه، أمل. هذا الألف، وهذا الميم أهو، أمل، وهذا اللا أهو، ده اسمه حرف الألف برضو أهو، أمل، اسم أمل، اللي اسمه أمل منكم ده حرف الألف أول اسمه أمل، ده حرف أمل. طيب بيجي حرف الألف، بيجي طبعا في نص الكلام، وزي مثلا الباب، عارف انت الباب اهو، بيجي في أول الكلام وفي نص الكلام زي ايه، هذا الألف اهو، هذا الألف، ال، هذا اللام، وده الب اهي، وادا كمان الالف،
شوف وادال ب تانية ده ايه الباب، يبقى ده حرف الالف اهو في نص الكلام، وده حرف الالف في اول الكلام، ده برضو حرف الالف في اول الكلام، وده في نص الكلام اهو في نص الكلام. طيب نيجي بعد كده لحرف الب، ده حرف الب بنقول بناخد خط صغير كده وبعدين خط طويل وبعدين خط صغير وبعدين بنحط نقطة تحت الب، ده حرف ايه يا اولاد؟ حرف الب. طيب الب تيجي في اول الكلام ونص الكلام واخر الكلام، نعرفها ازاي؟ لو كتبنا كلمة اسم فاكهة كده بيبدأ بحرف الب وموجود هذه الايام، اسمه ايه؟ اسمه بلح. حلو صح، بلح، نكتب كده بلح اده، نكتب كلمة بلح اده الب اهي بلح، وبعدين بعد كده اللام، اللام اهي، وبعدين الحاء، الحروف دي احنا خدنا منها الحاء وخدنا منها الباء، يبقى دي كلمة ايه؟ بلح اهو، ده حرف الباء اهو، شفت حرف الباء جاي في اول الكلام في كلمة بلح، في كلمة ايه؟ بلح. طيب لو احنا عايزين نجيبه في نص الكلام زي كلمة ايه؟ ممكن نيجي في نص الكلام ونقول كلمة البلح، نعرفها بقى اهو البلح اهو، بص معايا كده، تعالى نكتب كده مع بعض، ادا الالف خدناه وادا اللام ال اهي، خد بالك بقى الب انكتب ازاي اهي، ده ايه ال، ايوه ادا الب، شوف نص الكلام جاي ازاي، مفيش سنتين صغيرين اللي احنا عارفينها، الباء وادا اللام ايوه وادا الحاء، يبقى دي كلمة ايه؟ البلح، هنا الباء اهي في نص الكلام، في نص ايه؟ الكلام، البلح جاية في نص الكلام. طيب لو احنا عايزين الباء ديت في نهاية الكلام زي ايه؟ كلام كتير زي كلمة ال باب اللي احنا خدناه قبل كده، الباب اهي، خد بالك معايا عشان نجيب حرف الباء، ادا الالف وادا اللام وادا الباء وتحتها النقطة وبعدين الالف تاني الباب اهو وبعدين الباب، ده كلمة الباب هنا فيها كام حرف؟ ايه ولا اسمع كده، ايوه ده احنا عملنا ده، كلمة الباب دي فيها كام ايه؟ كام حرف للب؟ اتنين، الاولاني ده اهو في نص الكلام والاخراني ده في اخر الكلام، يبقى دي الب في نص الكلام وادا الب في اخر الكلام، ده حرف الب، ده حرف ايه؟ الب. نيجي بعد كده لحرف الت، نيجي بعد كده لحرف الت، حرف الت نكتب الاول كده حرف الت، ادا حرف الت، قلنا حرف الت بناخد خط صغير كده، خط صغير كده ادا الت، وادا النقطتين بتاع الت، ده حرف ايه؟ الت. طيب حرف الت نجيبه في اول الكلام وفي نص الكلام و في آخر الكلام، في أول الكلام زي كلمة تنام، يقول لك يا حمادة أنت رايح فين؟ تقول له أنا أنام، يبقى هنا تنام، أو البنت تقول نقول عليها إيه؟ بنت ذهبت إلى النوم عشان تنام، يبقى آدت ت، آدت ت أهو، آدت ت، أيوة شفت الكتاب إزاي؟ في أول نقطة تا وبعدين نروح كاتبين النون نكمل الكلمة والألف والميم، وآدا الميم، يبقى هنا كلمة تنام دي حرف الت في أول الكلام،
حرف ايه؟ الت في اول الكلام. بعد كده بنتعلم الت في نص الكلام، ونجيب كلمة كلمة جميلة ومحببة لنا اسمها ايه؟ التين. عارفين التين؟ موجود دلوقتي. ال ايوه ت ال ايوه ادي الت، وبعدين اليه والنون اهمت، ادي اليه وادي النون التين. شفت كلمة ايه؟ التين. ادي الت هنا في نص الكلام اهي، ادي ايه؟ التين. طيب عايزين الت في اخر الكلام، كلمة جميلة جدا اسمها البنت. شفت البنت؟ الت في اخر الكلام، ادي ال ادي ال ادي ال، وبعدين الب وادي الب وادي الت كده، يعني اسمها ايه؟ البنت. شفت اسم ايه بقى؟ البنت. ادي الالف وادي الب وادي الت ادي الت. يبقى عندنا الت هنا في اول الكلام، الت هنا في نص الكلام، الت هنا في اخر الكلام. هنا هنكتفي طبعا بالت، وهنكمل لان الفيديو مدته طالت، وبناخد الجزء الاول من نشيد تعليم الحروف العربية للاطفال، تعليم الحروف العربية للاطفال. والنشيد بيقول يا اولاد معايا كده، النشيد جميل جدا سهل الحفظ. والنشيد بيقول هيتكلم عن حرف الالف والب والت والس، حرف الالف والب والت والث. النشيد بيقول ايه؟ حرف الالف اسمه الف، حرف الالف اسمه اما نقول الف يبقى نقول ايه؟ يبقى النشيد بيقول حرف الالف اسمه اوعى تنسى الهمزه عليه. اوعى تنسى الهمزه عليه. يبقى حرف الالف اسمه اوعى تنسى الهمزه عليه. حرف الباء اسمه ب، حرف الباء اسمه ب، في نقطه تحت الب، في نقطه تحت الب. حرف التاء اسمه ت، حرف التاء اسمه ت، نقطتين فوق الت، نقطتين فوق الت. حرف الثاء اسمه ث، حرف الثاء اسمه ث، ثلاث نقط فوق الس، ثلاث نقط فوق الس. نقول النشيد تاني بسرعة، واحنا هنكتبه تحت في الوصف بتاع الفيديو علشان اللي عايز يكتبه ويحفظه للأولاد بتوعه إن شاء الله. ناخد كده على السريع. حرف الألف اسمه آ، حرف الألف اسمه آ، اوعى تنسى الهمزة عليه، اوعى تنسى الهمزة عليه. حرف الباء اسمه ب، حرف الباء اسمه ب، في نقطة تحت الب، في نقطة تحت الب. حرف التاء اسمه ت، حرف التاء اسمه ت، نقطتين فوق الت، نقطتين فوق الت. حرف الثاء اسمه ث، حرف الثاء اسمه ث، ثلاث نقط فوق الث، ثلاث نقط فوق الث. بننهي الدرس النهاردة، وإن شاء الله بنكمل في الدرس الثالث. أرجو أن الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنساش الاشتراك في القناة والضغط على لايك، وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم. أتمنى